بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده معانا جوله جديده فين؟ في مزايا، في مزايا مول طريق الملك فهد عند قبل توبتين كده، قريبه جدا من الحرم. هنشوف معانا هنا حاجات رمضان، وفي هنا تخفيضات على كل الادوات المنزليه وحاجات المنزليه 15%، وخاصه يوم الخميس والجمعه. هنا المفارش دي، في الالوان دي، ده بالمتر، المتر بتاعه 5 ريال، ده بالمتر. لكن في مفرش هنا زي دي كده، اللي هي تنطيل عليها زي التنطيل من هنا كده، المفرش كله مع بعضه بكام؟ ده المتر ب3 ريال، المفرش كله على بعضه هنا ب11 ريال. شايفين زي كده، في الأحمر اللي هو زي كده، مفرش كبير كله مخفض من 18 نزل 11 ريال. شوف لبس الكشري. تعالوا نشوف بقى الفوانيس والحاجات بتاعت رمضان. شوف زينة رمضان، الحاجات الحلوة كده، روايح رمضان كل سنة وانتم طيبين، بتهل علينا كده، ويا رب تكون ان شاء الله كلكم بخير، ولو فاقدين ولا مفقودين، وربنا يمتعكم كده بالصحه وبالعافيه ان شاء الله. كل حبايبي ومتابعيني، ما تنسوش تحطوا اللايك، والجداد في القناه يشتركوا، وربنا يسعدكم يا رب كده كلكم دايما. هنا في ايه؟ في فوانيس اهي، ده على 11.5، 11.5، ده بيتحط فيه شمعة. فين دي بتحط فيه شمعة؟ في كل منه، كل الالوان منه دي، الاسود والذهبي والفضي والابيض، وده ب19 ريال. برضو ده بشمعة، حط من هنا كده، ده بتلف من تحت وتحط فيه، ده ب19 ريال. الفوانيس اللي هي دي، ده فوانيس، ده مش عارفة بتعمل ب106، ده بالكهرباء شكله. كان دي زينة رمضان، شايفين حبل ده الطويل ده، في منه الأشكال دي كلها، ده ب11.5 ريال. حلو، في منه الهلال، وفي منه على هيئة شكل كعبة، وفي منه على شكل فوانيس، وشايفين شكل نجمة بينور، يعني شكل هلال اهو، ده شكل هلال، ده شكل جميل برضه اهو، شكل هلال، وده شكل هلال هنا اهو. وفي هنا الحاجات ديت بتنور برضه، دي بكام؟ 23 جنيه. في هنا الأشكال دي كلها، هلال، الأشكال دي هنا برضه، شايفين دي؟ ودي ب65، 56. ب56 ريال دي. ودي فوانيس برضو كبيرة اهي، ما شاء الله، دي فوانيس هنا بس تقيلة ما شاء الله كده، جامدة دي، ب49، جواها شمعة، دي جواها شمعة تقيلة، بتنور. الحاجات دي كلها زينة رمضان اهي. وفي حاجات هنا اهي زي كده، تغليف، حاجات تعليق بتعلقيها يعني. الفيلم دي معاها سلاسل اهي، 11.5، بيتعلق، حلوة دي. في منها الأشكال دي، دي برضه خشب، دي خشب ب11.5، اللي هي دي. في دي بحبشها. دي رمضان كريم بتعلق معايا تعليقات دي كلها. عليها خصومات عليها خصم 15%، كل ده عليه 15%، هنا عليها خصومات 15%. وده هنا الحاجات دي، يعني الاسعار اللي عليها دي، هذا قبل الخصم، قبل الخصم، يعني في بعد الخصم تاني، في خصم تاني عليها خصومات دي كلها 15%. ده في هنا برضه، ده يمين، ده في تعليقات اهي، ده برضه بشرة مسؤول عليه، في خصم اسمه 15%، بس 15% دي كل خميس وجمعة،
في هنا المباخر هنا والحمام كمية 23 مباخر دي ب17 شكلها جميل والله. هنا في 15% خصم عشان الناس اللي هي ايه ده ب5 ريال كله. هنا 5 ريال. الحاجات دي بتنور برضو على 12 ريال كله ده. تسعة دي على 9 ريال. 9 ريال 9 ريال. في تحت هنا ده على 14 ريال. ده على 9 على 9. يعني اللي يجي هنا خميس وجمعة بنلاقي تخفيض 15% في مزايا. حاجات دي كيوت كده حلو. دي مبخرة بس مش مكتوب السعر كام. 11.5. حاجات الزينة دي 25 ريال. في هنا برضه الحاجات الزينة الورود والحاجات اللي بتدي بهجة كده ده ب55. منظر جميل هنا ايه ده على 42. هنا برضو في اشكال الزرع ده حلوة جدا.